تروح. أيوة. انا ما اخبيش عليك، اليوم كاين اموال، ولكن الاموال هذه ما عندهاش الاتجاه الصح. مثلا نحكم نبداو كما كان هنا السي برناوي وزير سابق، قال لك الرياضه تبدا من البلديه. هكذا اليوم الى البلديه اليوم عندهم دي ديسيبلين يسقيو لها الجيدو والبينغ بونغ والهوند والفولي وسيرتو لي ديسيبلين هادو انديفيدوال الاتليتيزم وكذا. هادو عندك بوتيتر ابطال راحين يخرجوا منها وما يكلفونكش كثير. اه صح. انت عندك اون ايكيب ديفيزيون، عندك ديجا في 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 في, في البلديه عندك ديجا واحد كاتر ايكيب ولا سانك ايكيب ولا سيس ايكيب تاع فوتبال. لي سيس ولا لي سانك يلعبوا كاع في لا ميم ديفيزيون. كيفاش هادوك تعطي لهم بيجي وتخلي دي ديسيبلين واحد اخرين لي بوتيتر يخرجوا لك دي شامبيون ما تعطي لهمش الدراهم. يا ان ديزيكيليبر توتال. يفوك لي زابي سيغانيك يخطيونا من الشعبويه. قال يا ما عندوش ميم باستاد ويعطي له يعطي له سبونسيون. اه يونتريني له يونتريني خلونا من الشعبويه. رانا نكسروا في دي ديسيبلين، رانا نكسروا في دراري اللي يقدروا يكونوا ابطال في الاتليتيس في البوكس في الجيدو في الهون في البينج بونج وديتريمون دي فوتبول وديتريمون دي زون ديسيبلين. لا باركات لنغير السياسه العامه للمفهوم الرياضي في الجزائر.